وحياكم الله. كذلك عرضنا الثاني أكترس الموديل 2008 الحجم 41-44 8x8 ما شاء الله تبارك الرحمن. الممشى 530 غير عادي 8 غيار. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اللي بيحط عليها كرفان، اللي بيحط عليها تانكي، اللي بيحط عليها رحى، كذلك مكينة كهرب، تانكي ديزل، ينزل الصندوق منها. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. راح اصور لكم داخلية وراح اطرق من التليفون. صندوقها طيب اللي عليها. موديلها 2008 بعد الصندوق. أكمل لكم باقي التصوير زي ما قلنا لكم. الموديل 2008 الحجم 41-44 8x8 غير عادي. الاستمارة يبغى لها تجديدتين. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. أصور لكم داخلية وراح أطرق الكريموت التواصل اللي هنا بقى. على الداخلية وهذا ممشاها 530.